مهرجان بغداد السينمائي الذي استمر لخمسة أيام شهد عروضاً سينمائية توزعت ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية العراقية والعربية ضمن مظاهرة ثقافية أحدثت الكثير من الأصداء. مهرجان بغداد السينمائي الدورة الأولى، مهرجان الأول من نوعه في العراق بمشاركة دولية ودول عربية عديدة وأجنبية. نحتاج إلى هكذا فعاليات في بغداد وفي العراق تحديدا إلى مهرجانات سينمائية. الأفلام التي عرضت ناقشت عدة مواضيع أهمها المخدرات وآبار النفط التي تسببت في إصابات الكانسر في العديد من المحافظات، وهذا الموضوع الذي أثر سلبا على نتاج الأجيال القادمة وتغيير في الجينات. كل الشكر لجهود قناة العراقية وكوادرها. نتمنى نوجه الدعوة للجمهور العراقي، العوائل العراقية، نقولهم بيتكم وسينماكم مفتوحة، تعالوا شوفوا أفلام سينمائية، أفلام مجانا، أفلام جميلة تليق بكم وبرقيكم. عدنان يلا قوم. مرا صاحية؟ صاحية. يلا صحي أبوك بلاش تتأخروا. صحيت بس ما رد يصحى. يلا البسي أوعيكي أوام. عدنان يلا تتأخروا. فيلم مغربي، هو فيلم المطلقات، هو فيلم يحكي عن قصص لمعاناة النساء المطلقات بتجارب متعددة وتجارب مختلفة، ولذلك نحن نعلم هو يعالج هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر في السنوات الأخيرة في المغرب وربما حتى في دول أخرى عربية لأسباب متعددة، يعالجها بمنظور إبداعي فيه اشتغال على مستوى الصورة، على مستوى التقنيات، على مستوى أداء ممثلات وممثلين من مستوى عالي، وفيه أيضا تعريف بشكل غير مباشر بمدينة الدار البيضاء بأحيائها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالأحياء الراقية أو بالأحياء الشعبية، بالإضافة إلى معلمة تظهر كل لحظة يتعلق الأمر بمسجد الحسن الثاني إحدى المعالم البارزة في المغرب. يعني هي بشكل عام المهرجانات عندما تقام هي فرصة لتبادل الخبرات، الاطلاع على تجارب دول أخرى، الاطلاع على ثقافات لمجتمعات أخرى اللي كانت موضوعة الأفلام. فأي مهرجان هو تظاهرة فنية ممكن أنه تعكس واقع البلدان العربية وما تمر به من كل هنات المجتمع، فتشوفين انه انت انعكاس للواقع، هو الفيلم السينمائي انعكاس للواقع. فلذلك يعني المهرجان السينمائي بحد ذاته هو فرصة للبلد الذي يقام به المهرجان من اجل الاطلاع على ما يدور في البلدان الاخرى. يعني اولا اتكلم عن دورة الفنان القدير محمد شكر جميل، اولا فنان عراقي إلى باع كبير في مجال السينما، تكريمه بهذا المهرجان أعتقد هو يعني يعتبر استحقاق يعني، وممكن أنه لفنانين آخرين أيضا ممكن أن يكرموا من خلال المهرجانات اللي تقام في العراق. عملية أنه التنوع بالأفلام هذا بديهي، يعني أنت كون أنه اختيار أفلام من بلدان مختلفة، من مخرجين مختلفين، من تجارب مختلفة، هذا كله يولد التنوع. فتشوفين احنا عندنا الفيلم الروائي الطويل، عندنا الفيلم الروائي القصير، عندنا الافلام الانيميشن، كل هذه افلام بحد ذاتها يعني هي بها نوع من التنوع. فعملية عرضها للجمهور العراقي والتفاعل معها هذا وارد جدا، وممكن ان ينعكس على ردود الافعال من تحديد الافلام، من جودتها، من عدم جودتها. يعني احنا ما نقدر نجزم انه كل الافلام هي بالمستوى المطلوب، بقدر ما انه هناك اذواق وهناك تلقي، التلقي يعتمد على
على خبرة المشاهد وتجربته في الحياة ومدى استقباله للموضوعات. طبعا هو أي مهرجان سواء كان مسرح أو سينما أو موسيقى أو تشكيل أكو لجان مختصة يعني بهذا الموضوع. أول شيء قراءة النصوص إذا كان أكو إنتاج، اثنين عروض الأفلام اللي توصل أكو لجنة مشاهدة تقعد تشوف الأفلام كلها وتفحص فيلم فيلم وتقرر منه الصالح يعني للعرض. جت وصلت أفلام كل شوية لكن هم اختاروا الأفلام الصالحة يعني هذا الأمانة يعني أكو أربع خمس لجان يعني. تحتاج إلى أيضا سينما جماهيرية، ليست سينما فقط يعني هي تختص بالمهرجانات وفقط، لا نحتاج إلى سينما جماهيرية كون هناك توفرت القاعات الملائمة للعرض السينمائي. سابقا كان يعني في فترة أهملت القاعات وكانت الحجة أنه ليس لا يوجد هناك قاعات للعروض السينمائية، الآن توفرت في المولات وفي الفنادق الحديثة، فبعد ماكو حجة أنه هناك ليس هناك أماكن للعرض. تهدف السينما بشكل عام لما يسمى بالفن السابع لتقدم البلد كما نرى في الدول الأوروبا والعالم بأنه لغة السينما هي لغة ثقافة هذا المجتمع الذي من خلاله يستطيع المخرج أو هذه الدولة أن يطرح مما هو وصل إليه إلى الآن بأن يوعي المجتمع، لأن السينما هدفه شنو؟ توعية المجتمع بشكل عام. الفن هكذا المهرجانات هي فرصة للقاء بين الفنانين العرب أو العالميين أو العراقيين. فتشوفين احنا مهرجان بغداد السينمائي كان سباق في استقبال الكثير من الخبرات على مستوى العراق الذين يعيشون في المهجر، وايضا على مستوى الفنانين العرب اللي تم دعوتهم، بالرغم من انه الصعوبات اللي احنا عانيناها وانت حضرتك قلتيها انه دائما موسم رمضان كان سبب رئيسي في عدم حضور الكثيرين يعني. لذلك يعني اعتقد انه في هذه السنة قدرنا أن نحصل نجوم لهم وقعهم في الوسط الفني العربي وكان وجودهم واضح، وأيضا اللقاء بهم هو يعتبر تميز وخبرة. أي لجنة تحكيم هي عبارة عن مجموعة من التخصصات ومن الخبرات، فوجود هذا التنوع على مستوى التخصص وعلى مستوى الانتماء للوطن، يعني أكو ناس مثلا من مصر، أكو من سوريا، من تونس، هذا التنوع يخلق نوع من تعدد الرؤى، وأيضا وجودهم كمتخصصين في السينما يقدرون يميزون الأفلام الجيدة من الأفلام اللي ممكن أنه ما ترتقي إلى المستوى اللي تستحق أن تكرم. فمهرجان بغداد عازم على تقديم كولكشن من هذه الخبرات. لا ننكر يعني وجود التقنية بالوقت الحاضر، خاصة التقنية الرقمية وفرت وسهلت الأمور إنتاجيا. يعني في السابق كان من الصعوبة أنه ينتج واحد فيلم سينمائي، الآن في ظل التقنية الحديثة الرقمية سهلت هذه الأمور. كان بالإمكان أي شخص متمكن من أدواته، متمكن من الأشياء اللي ممكن أنه يقدمها بالسينما، يستطيع أن ينتج ويستطيع أن يقدم أفلام ذات مستوى عالي. تبقى شنو أنه كيف أنه أنت تحضر للفيلم، يعني أصبح الآن الموضوع مو تقني، أصبح الموضوع أكثر شيء هو أنه تحضر للفيلم ورقيا، يعني السيناريو، الفكرة، التناول، طبيعة الإخراج، يعني كيف راح تكون، هل هي تقليدية أم راح يكون أكو انفراد بها. فأحس أنه المسؤولية تقع على صاحب العمل أكثر من المسؤولية أن تقع على التقنية. التقنية الآن متوفرة، فعلينا أنه إحنا نستثمر هذا التوفر ونقدم أفكار يعني، وهذه تجي مو من الساهل يعني، إذا ما يكون هناك أكو خبرة وأكو نوع من الممارسة للمخرج راح يقدم أعمال ذات قيمة عالية.
يعني احنا لا ننكر انه السوشيال ميديا والتواصل اللي موجود عالميا فتح الآفاق على مصراعيها للفنانين، فتشوفين انه حتى طالب المعهد او طالب الكلية من يجي للكلية وجايب اندفاع وعنده هذا التصور وعنده الخبرة الكافية. يعني انت امام جيل مختلف، يعني انا اللي درستهم مثلا من قبل 10 سنوات مو مثل اللي درستهم الآن. يعني أنا الآن أحسب حساب للطالب، لأن الطالب يأتي ومحمل بالمعلومات المهمة على كل المستويات. تبقى أنه كيف إحنا كمؤسسة تعليمية كيف نبرمج هذه الأشياء، فبرمجتها هي مهمتنا الآن، لأن أصبحت العملية مختلفة تختلف عن ما مضى. يعني أنا دائما أقول أنه هي العالمية تبدأ من المحلية، فعملية أنه أي شاب طموح ومبدع الأبواب مفتوحة أمامه، يعني لا يتردد. يعني أي واحد ممكن أنه يكون يمتلك حرفة وخبرة الإخراج والإنتاج يقدر يدخل في مجال العالمية. العالمية أصبحت متاحة للجميع، يعني بس تبقى الإصرار والعزيمة اللي يمتلكها الفنان الشاب. فعلي أنه يتوكل، وما أعتقد شيء يقف أمامه لو فعلا هو جاد أنه يطرق الأبواب بكل الأماكن. جميل جدا وشيء عظيم يتحسب ليكم في الفترة العصيبة اللي بتعيشها بغداد، وأنكم تعملوا مهرجان زي ده ويعني في ضيافتكم وكل الشعوب العربية، فده شيء جميل وشيء يتحسب ليكم مش عليكم. انتم ما شاء الله عندكم ناس مثقفين جدا وناس واعيين قوي وناس شاطرين قوي وكتاب كويسين ومخرجين كويسين، تقدروا تعملوا حاجات كتير قوي، تقدروا تعملوا نهضة تلفزيونية سينمائية قوية جدا وتختاروا مواضيع ذو أهمية. أنا شايف يعني إن في بقالنا فترة العراق بدأت ترجع للسينما، وفي تجارب مهمة جدا، وفي اعرف مخرجين كتير منهم اللي بداوا يظهروا في المهرجانات العالميه والعربيه. ده معناته مؤشر ان السينما العراقيه قادمه، يعني قادمه بشكل كبير، انها بتنافس. يعني السينما العراقيه في اوقات معينه ايام استقرار كمان ما كانش السينما العراقيه قويه. دلوقتي في جيل من الشباب عنده غيره على بلده وعايز يقدم ثقافه بلده ومرآه حقيقيه للعالم. هم دول، واتمنى ان كل المسؤولين في العراق يعني يدعموا الشباب اللي طالعين دول، لان هم هيبقوا القوه الضاربه في الثقافه للعراق. يعني انا بقول انه العراق هي مجد الحضارات، يعني الحضاره طلعت من هون اصلا، واقدم حضاره بالعالم اكيد بدها تنتج اعمال مهمه. في اعمال اكيد قديمه طبعت بالفن العربي بالسينما العربيه، وطبعا بعد هالمؤامرات اللي عم تصير على هالبلد المعطاء الكريمه ان شاء الله عم ترجع هلا من اول جديد تزدهر من خلال المهرجانات اللي عم بتقوم فيها، عم تستقطب اكبر النجوم واكبر المخرجين واكبر المنتجين. ومن خلال هالمهرجانات انا برايي راح ترجع السينما العراقيه مثل ما نحن كنا نعهدها من زمان. كون السينما صناعه وتجاره ايضا، فيفترض ايضا احنا نفكر بهذا الموضوع. هناك صالات عرض مهمة جدا موجودة في كل المولات في بغداد وفي المحافظات. يفترض الآن بالشباب أن يقدمون أعمال اجتماعية كوميدية، أي نوع من الأعمال اللي يستسيغها المجتمع العراقي، ويقدموها في المولات في صالات العرض. سعيدة بوجودي ببغداد وكتير مبسوطة، وبحس أنه بغداد ودمشق يعني كيف اثنين إخوات، فهيك يعني كتير بيشبهوا بعض بطبيعتهم بالأماكن الموجودة. هلأ أنا بمهرجان اليوم ضيفة، وإجيت على بغداد لأصور مسلسل اسمه الخط الأحمر مع أستاذ مصطفى حكمت. مبسوطة أنا بوجودي بين فنانين ونجوم عراقيين، بحب اللهجة العراقية هواي وبحب أكون موجودة يعني ببعض الأعمال.
وخاصة الدراما العراقية بلشت عم تتطور كتير، وإن شاء الله يا رب هيك نشوف الدراما العراقية على المحطات العربية حتى. هذه القامات حقيقة في بغداد عراقيين كانوا أم عربة هو مجلس كبير. شكرا جزيلا. نصب تذكاري للمخرج الكبير محمد شكري وضع في نقابة الفنانين ورفع الستار عنه من قبل وزير الثقافة بحضور شخصي للمخرج محمد شكري، وتأتي هذه المبادرة بناء على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الحقيقة اعتادت يعني كل الدول أن تكرم المبدعين بعد رحيلهم، ولكن رؤية السيد دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بأن يجب أن يكون التكريم في حياتهم لنشعرهم باهتمام الحكومة بهم والدولة بهم مقابل ما جادوا وما ضحوا وما ألفوا وما كتبوا وما أنتجوا وما أخرجوا، لأنهم أرخوا لهذا البلد. علينا أن نهتم بهم أفرادا وجماعات، علينا أن نوصل لهم حنان الدولة وبأن الدولة أب للجميع ولا تنسى أحد من المبدعين. وسيكون تكريم أيضا لكثير من الفنانين والأدباء والإعلاميين. المخرج الكبير محمد شكري جميل وصف مبادرة رئيس الوزراء بنصب تخليد له في نقابة الفنانين مبادرة ذو قيمة كبرى وأعدها بالفرحة التي لا توصف، فيما كشفت الفنانة فاطمة الربيعي زوجة المخرج محمد شكري أن تخليد المبدعين وهم أحياء له رمزية كبرى لدى العائلة بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. الشيء المفرح أنه أجمع أمامي المواطن ويا المسؤولين في ضمير واحد وفي حقيقة واحدة، وهو أنه الضوء بدأ يتوهج، الحقيقة بدأت تظهر. أنا أعتقد مو إن فقط هاي الفرحة هي للشعب العراقي أيضا، أن يخلد فنان بمكانة محمد شكري جميل بمنجزه الكبير والمهم للعراق بهذا الشكل، وأيضا هذه الجائزة لكل الفنانين المبدعين العراقيين. وهذا التكريم عندما يكون في بلدك في أرضك هو إلى أهميته الكبيرة والمهمة. نقيب الفنانين أكد أن تخليد المبدعين من الفنانين بنصب تذكاري ووضعه في النقابة مستمر، وسوف تكون في الفترة المقبلة نصب لرموز أخرى من المبدعين. يعني هذه الفعالية اليوم هي باكورة لفعاليات مهرجان بغداد السينمائي الذي ينظم لأول مرة من قبل نقابة الفنانين وبالتعاون مع دائرة السينما والمسرح وإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار. من الجميل تخليد المبدعين وهم أحياء، والمخرج محمد شكري جميل يستحق هذا التخليد. في قاعة كولبن كيان تمت إقامة المعرض الشخصي 12 للفنان أحمد الناصري، حاول فيها أن يبتكر أعمالاً فنية لم يتم التطرق إليها مسبقاً، حيث قام بالجمع بين الخط العربي والفن التشكيلي، وأشاد الحاضرون بأعماله الفنية ومسيرته الطويلة في هذا المجال. هي تجربة فريدة وتجربة غنية بما تضمن هذا المعرض من أعمال فنية جسدها من خلال الحرف، لذلك استطاع هذا الرجل وبكل مهنية وحرص أن يعطينا أعمال فنية راقية جدا وبمستوى العمل النحتي عبر استخدامه للحرف، وخاصة الحرف حرف الحاء
يبدو هذا الفنان عاشق لحرف الحاء، لأن الحرف الحاء هو فيه الحياة وفيه الحب وفيه كل الأشياء الجميلة. أكو خصوصية في هذا العمل في هذا المعرض، وهو خصوصية أنه حولت الحرف واستنطقته بطريقة إلى علاقة بال يعني بالجوانب التربوية والإنسانية والمعاصرة اللي تحاكي أيضا الفن الأوروبي. لذلك الحرف العربي به طاقة تعبيرية كبيرة جدا، فدخلت بالأهوار، دخلت بالقضايا الإحيائية، دخلت بالقضايا الجمالية، فهو طيع الحرف طيع وبليونه ويتقبل أنه ترمز في رموز كثيرة جدا ممكن أن تأخذ حيز في الفن التشكيلي العراقي والعربي والعالمي. ولعل ما يميز هذه الأعمال محاولة استنطاق الحرف العربي الذي يتميز عن بقية حروف اللغات وتحويله إلى أشياء حية وممتلئة بالحياة. هذا الفنان كشف عن مشروعه الكبير في إقامة مدينة حرفية كاملة خارج العراق من ضمن أعماله المستقبلية. أحمد الناصري عودنا دائما على أن تكون دائما ابتكاراته ونتاجاته الفنية والجمالية مغايرة، وفيها نوع من الابتكار ونوع من التجديد. أحمد الناصري الذي يعتمد على الحرف العربي مستلهما قيم ذلك الحرف، قيم الجمالية والقيم التاريخية والقيم الحضارية، ومرونة ذلك الحرف العربي من أجل إنتاج أعمال جمالية تليق بالفن العراقي. المزج ما بين الخط والفن هو إبداع لا يقوم به إلا القلائل من الفنانين، ولعل الناصري أحدهم، حيث يحكي كل عمل من هذه الأعمال عن قصة معينة. سمير الحميدي، بغداد. احتفاء بجمال الطبيعة وألوانها الزاهية وبالفنان الرائد صباح محي الدين، نظمت جمعية الفنانين التشكيليين فرع ديالة معرضها الفني السنوي بمشاركة العديد من الفنانين من داخل المحافظة وخارجها لتتنوع الأعمال في الأساليب والمدارس. اليوم حضرنا افتتاح المعرض السنوي لجمعية التشكيليين العراقيين فرع ديالة التاسع بمشاركة أكثر من 50 فنان. تنوعت الأعمال بين الانطباعية والتعبيرية والتجريد. اليوم حبينا احنا نشارك بهذا المعرض بعمل نحت، لأن مشمول لوحات ولوحات تشكيلية، فن تشكيلي ويا عمل النحت. شاركنا في المعرض الفني للألوان، وكذلك احنا تعلمنا كثير من أمور في الفن من خلال الرسومات واللوحات للفنانين الكبار، وتعلمنا أساليبهم. وتميز هذا المعرض بوجود أعمال فنية بمستوى عالي لفنانين رواد وشباب لتمتزج الخبرة بالموهبة لتصنع لوحة جميلة عن محافظة البرتقال الولادة للفن بمختلف المجالات. كان تظاهرة جمالية حقيقية شهدت تألق الشباب مع الرواد، فكانت مثاقفة حقيقية بين جيل الشباب المهم الواعد وجيل الفنانين الرواد في مدينة ديالة. أعمال كبيرة، أعمال مهمة، تنوعت في مدارسها واتجاهاتها. أنا اشتركت بلوحة واقعية، تقريبا لوحة مستشرقين، أسلوب الفنانين المستشرقين، وأنا اخترت هاللوحة لأن بيها يعني ألوان جميلة وبيها شغلات يعني شوية صعبة مو كل فنان يقدر يشتغلها. وهذه اللوحة التي شاركت بها اليوم تمثل المرأة العراقية في الطبيعة، نقلتها بأسلوب انطباعي كلاسيكي. اشتركت مع بلوحة تمثل انه فرسان، يعني عادي لوحة خيول، مجموعة من الفنانين المدارس الانطباعية وكذلك المدارس التكعيبية والمدارس الكلاسيكية. الأول حضارة والأول خير، والشعوب بدو كلهن يوقفن بعدي. عشرات الأعمال الفنية تنوعت في مواضيعها وأساليبها ومدارسها، شاركت في المعرض السنوي الفني لجمعية الفنانين التشكيليين
لإرسال رسالة إلى الجميع بأن ديالة هي مدينة للحب والسلام والفن. لبرنامج رواق الثقافة دريد المعموري، محافظة ديالة. خاتون بهذا العنوان المتداول والمعروف لدى جميع العراقيين، افتتح المعرض الفوتوغرافي لستة مصورات صحفيات من مختلف المحافظات. تلقينا التدريب على يد أمهر المصورين من أجل تحفيز المرأة العراقية التي تعمل في مهنة التصوير الصحفي. المرأة احنا نقول هي مساوية للرجل، احنا نتكلم عن مساواة ما نتكلم عن منافسة. هم من خلال نظرتهم المختلفة شوفونا جانب آخر من العمل الصحفي. جدا ضروري انه احنا كنا نشوف القصص الصحفية من خلال عين المرأة. ثيم هذا المعرض خاص بالجندر بالانس او المساواة بين المرأة والرجل، فأنا كلش حبيت هذا الثيم لأنه نقدر نسلط انه اكو نساء ممكن يمتهنون مهن صعبة. تميز هذا المعرض باستعراض مهم لمهارة وكفاءة المرأة العراقية في مجال التصوير الصحفي وطريقة اختيار القصة الصحفية، وكذلك نقل تفاصيلها من خلال الصور الصحفية في جميع مجالات الحياة. كل شيء يسعدني أنا اليوم أن أشوف أنه زميلاتي أو الغير زميلات أو الأشخاص اللي مو أعرفهم ينتجون هذا النوع من النتاجات الصحفية اللي هي غير مألوفة عن العادة، يعني عن اليوم اللي نشوفه من صناعة المحتوى ممكن أو التواجد على السوشيال ميديا. نتمنى أن تكون هذه التجربة وهذه البدايات بداية تشجيع للأخريات أو اللاتي يرغبن في الدخول في عالم الصحافة في تطوير مهاراتهن والدخول في هذا المجال. أثبتت المرأة العراقية بأنها قادرة على العمل في جميع الاختصاصات، ومنها هذا الجمال في التصوير الفوتوغرافي. فاتن عبد الرزاق، أربيل.